طيب نعود إلى الاتصالات ونأخذ اتصال مشهور من الطائف. تفضل. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، ارفع صوتك تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. عليكم السلام. السنة هذه حديت مع أهلي وأهلي حايضين، جيت أطوف طواف الإفاضة، كل واحد له شيء تسعة، بعدين طوف طواف الإفاضة والوداع في آخر شيء. في شيء يا شيخ؟ يعني طافوا وهم طاهرين؟ لا، طواف بعد ما انهانا الحج وخلنا طواف ووداع وفاضة. السعي لا، سعينا من ثاني يوم يوم العيد. اي لكن بعد ما طهرت المرأة ولا لا؟ بعد ما طهرت. بعد ما طهرت ما يخال، لا بس، لكن إذا كان طواف الإفاضة بعد إذا كان طواف الإفاضة آخر شيء وسافرتم بعده يكفي عن الوداع. يكفي والسعي يكون بعد الطواف، ما هو قبل الطواف. طيب نعم، شكرا.